هل أنتم متحمسون للرحلة؟ أين بلبل؟ بلبل، أين أنت؟ حان وقت الذهاب. بلبل، يبدو أنك تشعر بالإحباط لأنك حاولت إغلاق الحقيبة مراراً ولم تستطع. الشعور بالإحباط أمر طبيعي، كلنا نشعر به أحياناً. فكرة جميلة يا بلبل. تريد التفكير في قدوة لك، وهو شخص يمكنه مساعدتك في ترتيب حقيبتك. جاءت قدوة عظيمة يا بلبل. أحسنت يا بلبل. هيا يا أصدقاء.